أكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار أن رجال الشرطة يخوضون معارك شرسة في مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها صباح اليوم لرجال الشرطة المصابين خلال المواجهات الأمنية مع العناصر الإرهابية بمنطقة أرض اللواء في الجيزة. مصاب المواجهات الأمنية مع العناصر الإرهابية بمنطقة أرض اللواء بالجيزة والذين يخضعون للعلاج بمستشفى الشرطة، قام السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بزيارتهم للاطمئنان عليهم وعلى الرعاية المقدمة لهم ومراحل سير علاجهم، فهؤلاء قدموا مثالا في التضحية من أجل الوطن والواجب. الوزير خلال لقائه بالمصابين أكد حرص الوزارة على توفير الرعاية لهم في ظل المواجهات الشرسة التي يخوضها رجال الشرطة ضد الإرهاب والجريمة. هؤلاء المصابون خاضوا مواجهة شرسة ضد عناصر إرهابية كانت تختبئ بوكرين بالجيزة، حاولوا تفجير أنفسهم في القوات، لكن اليقظة والاستعداد للتضحية من قبل رجال الشرطة كانت أقوى. أول لما دخلنا اتعاملوا معنا بالسلاح الآلي، والحمد لله سيطرنا على الموقف، وكان في هناك بعض الأسلحة البيضاء بسبب بعض الطعنات يعني للضباط المصابة. وفي بعد السيطرة على الموقف كان في واحد منهم معه بوا نسفة فجر نفسه في المكان، بس الحمد لله يعني ما فيش حد من القوات اتأثر بالقنبلة أو المدنيين اللي موجودين حوالينا. رجال الشرطة أعربوا عن تقديرهم لزيارة الوزير لهم، وأكدوا عزمهم في المضي قدما نحو تطهير البلاد من الإرهاب والرغبة في العودة السريعة لأداء واجبهم في حفظ أمن الوطن. الحمد لله العبوة كانت بدائية إلى حد ما، الموجة الانفجارية كلها طلعت بره الشقة، محدش حصل له إصابات شديدة يعني الحمد لله. الحمد لله يعني الكلام ده مش هيوقفنا ولا حد هيقدر يعني يبعدنا عن شغلنا، ولا حد هيقدر يعني مش هيأثروا فينا. الناس دي أضعف بكتير من إن هي تواجه أو إن هي يعني تتعامل، الناس دي بتشتغل بمتفجرات، بتشتغل من بعيد لبعيد. الحمد لله يعني انا مستني بس اخف وننزل تاني ان شاء الله ونكمل، ومش هنسيب حق حد يعني الحمد لله. اصرار على التضحيه والفداء، هدفهم حفظ امن الوطن، حياتهم فداء له. هؤلاء هم رجال الشرطه، حماة امن مصر الداخلي.